أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة مميزة من مطبخ منال العالم. وصفتنا اليوم حتبقى دجاج محشي بالمشروم. خلينا نشوف مع بعض المكونات. دجاج محشي بالمشروم: 2 كيلو دجاجة كاملة، 1 ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، نص ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 4 ملعقة كبيرة زبدة، 1 حبة متوسطة بصل مفروم، 2 فص ثوم مهروس، 2 كوب مشروم مفروم، 1 كوب فتات خبز محمص أو بقسماط، ربع كوب بقدونس، و2 حبة بياض البيض. وصفتنا الحلو فيها إنها دجاج مشوي شوي بالفرن، فأرجو إنكم تجربوا وتعطونا برضو آرائكم بعد هيك. دائما في عندكم تواصل معي، فبحب دائما أسمع آرائكم. هحتاج دجاجة، طبعا هاي مقادير تقريبية، احنا بنحاول نعطيكم خلينا نقول أسس طبخ ممكن تزودوا وتقللوا حسب ما تشوفوا عندكم. أنا عندي الدجاجة ممكن أعمل 2 صغار، 2 كبار، 2 وسط، حسب عدد أفراد الأسرة اللي عندك. هحتاج مشروم، وطبعا المشروم أو الفطر أنواع متعددة حسب النوع اللي أنت بدك تستعمليه. احنا عم نستعمل النوع الأبيض اللي هو متوفر في السوق أكثر شيء، واقتصاديا سعره مناسب. في انواع بتبقى اغلى وبتعطيني طعم اقوى، فانتوا فيكم تختاروا النوع اللي انتوا بتحبوه. كل ما كان المشروم طعمه اقوى، كل ما كان طبعا بيعطينا طعم اطيب. نبتدي نجهز وصفتنا بتجهيز البهارات. هاخذ تشكيله البهارات. طبعا نرجع بنقول اعزائي المشاهدين، ممكن انا اقدم لكم هذه الوصفة بذوقي أو بطريقتي، بس ممكن أنتوا تغيروا في البهارات. في بعض الوصفات ما فينا نغير، ولكن هاي الوصفة فيكم، ما في مشكلة عنا. يعني ممكن تقولوا لي منال إحنا مش حابين مثلا نضيف الكزبرة، ممكن نحطها بالأعشاب، ممكن تعملوها بالروزميري والأوريجانو والزعتر، وبتبقى برضو طعمها كتير رائع. ممكن تعملوها سبايسي قوي، تحطوا لها كاري وتبقى مبهرة وقوية الطعم، حسب رغبتكم. هبتدي أضيف الفلفل الأسود، هاي خلطة البهارات ما حستعملها هلأ. بنحاول دائما نرتب وقفتنا في المطبخ ونرتب شغلنا. خليني أشوف هلأ الخطوة التالية عشان وقتي في المطبخ يبقى ممتع وجميل، ما بدي أكون حاسة أني عم بتلخبط وأنا بطبخ. بحضر الطبق اللي هستعمله اللي يدخل الفرن. طبق الفرن ممكن أكبر شوي لو عندي دجاجتين، حسب اللي موجود عندك بتقدري طبعا تستعملي، بس أهم إشي يكون شوي عميق. ما بدي صينية فلات، بدي إياه طبق عميق شوي عشان الدجاج حينزل منه سوائل، فنكون عارفين إيش الطبق اللي حنختاره. هخلي الطبق جنبي والدجاج جنبي وأبتدي أجهز المشروم. هنحتاج سكين ونبتدي نجهز المشروم. في ناس بحبوا يخلوا هذا الجزء وفي ناس بيقطعوه، حسب رغبتكم. المشروم انا حفرمه فرم عشوائي. خلينا ناخذ كذا واحده في الاول. وفي ملاحظه برضو كتير دائما بنذكرها، انه المشروم يفضل ما نغسله اذا في عندنا اي بقع من او اتربه عليه. يفضل المشروم دائما ما اغسله، ممكن امسحه بفوطه خفيفه لو كان عليه اتربه او شيء. يعني يبقى لاحظوا كيف عم بقطعه بتقطيع بسيط جدا عشوائي، لانه هذا كله هلا حنشوف انه المشروم حيدبل وينكمش. الكمية هذه عندي معقولة. يبقى أعزائي المشاهدين إحنا عم نمشي خطوة خطوة وبنجهز معاكم الخطوات بسهولة. مقدار الزبدة أنا هستعمله مرتين، عشان هيك كتبت لكم زبدة مذابة. هستعمل زبدة لتجهيز الحشوة، وهستعمل زبدة بعد هيك لتغطية الدجاج عشان يعطيني طبقة لامعة. مثلا عندي هون حوالي نصف المقدار، هحطه بالشكل هذا
وهبتدي اضيف البصل واضيف الثوم. طبعا الخطوه اللي انا عم بعملها هذه عشان الحشوه يبقى فيها هيك فليفر قوي وطعم لذيذ. ممكن احط كل شيء نايب ناي ما حيبقى طعمها حلو. بخلي البصل مع الثوم بس يدبل عندي شوي، ما حيتحمر ما حيتغير لونه، مجرد يطلع الفليفر او النكهه. انا هلا عم بشم ريحه البصل والثوم طبعا مع الزبده، الزبده الها سبحان الله طعم خاص ونكهه خاصه يعني. حبتدي هلا اضيف المشروم واقلب لغايه ما المشروم عندي يدبل، وزي ما ذكرنا المشروم حينكمش هلا شوي في الحجم. هيك عندي كفايه، انا مش محتاجه اكثر من هيك، حشيل عن النار راح اخليه جنبي. تتذكروا بقيه المكونات اللي تكلمنا احنا عنها، البقسماط هقلب بهذا الشكل وحخليها على جنب، ونرجع لخطوتنا الثانيه. خليني احط البقدونس عشان برضو نكون خلصنا هذه المرحله. هلا بمسك الدجاج وبمسك البهارات عشان زي ما قلنا نرتب وقفتنا في المطبخ. باخذ شوي من البهار وابتدي اوزعه على الدجاج بهالطريقه في الداخل وفي الخارج. بقيت البهارات حضيفها على خليط المشروم. شو رأيكم؟ هي خطوات يمكن تحسوا انها خطوات كتيرة شوي او متكررة، ولكن اذا نظمتوا حركتكم في المطبخ حتلاقوا خطوات بسيطة. هلأ بتتذكروا قلنا في عنا بياض البيض، حبتدي اضيفه برضو مع خليط المشروم. بياض البيض حيساعد على تماسك الحشوة، وهي الحشوة على فكرة كتير رائعة لو حبيتوا حتى تستعملوها لما تعملوا الديك الرومي التركي، هتبقى من الحشوات الرائعة جدا. لاحظوا الحشوة عندي، ممكن إذا حبيت تجهيز مسبق أكون مجهزاها وحطها بالثلاجة، ما في مشكلة أبدا عندي. حبتدي أخذ الدجاجة وأخذ كمية من الحشو وأدخلها في داخل الدجاجة بهذا الشكل. خلوا بالكم هي ما حيتضاعف حجمها ولا حيصير شيء، لأن هي مختلفة شوي عن الرز. إحنا خلص الحشوة هذه حيبقى فيها المشروم، حيمتص البقسماط أي سوائل عم تنزل، فهيك ما في داعي إنكم تقفلوها. إذا حبيتوا ممكن تقفلوها كشكل، ممكن في ناس بيحبوا هذا الشكل، ما في مشكلة عندي. حاخدها وأحطها في طبق الفرن بهذا الشكل. وبتتذكروا قلنا احنا عندنا مقدار ثاني من الزبده، حبتدي ادهنها بالزبده. اذا صار عندكم مجال مرتين ثلاثه تدهنوها اثناء فتره الطهي بتاخذ لون ذهبي كثير رائع. خلوا بالكم هلا انا خليني اتحدث عن طريقه الخبز او طهي الدجاج. في الأول حوالي ربع ساعة فقط بحط عليها قطعة خفيف على خفيف، ما تقفلوها كتير، من ورق الألمنيوم. بعد هيك بشيلها وبمسحها بالزبدة مرة تانية وخليها مكشوفة لغاية ما تستوي 100% وتتحمر وتأخذ لون ذهبي لطيف وتبقى كأنها معمولة روستو. الدجاج المشوي عندي جاهز، طبعا حطيته بالفرن بياخد حوالي من 40 إلى 50 دقيقة. أرجو أن يكون عجبكم وتستمتعوا فيه مع أفراد أسرتكم، وتحية من مطبخ منال العالم.